فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول سؤال من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في بلادنا أرض جعلت مقبرة، فهل يجوز أن تغرس الأشجار على طول جدارها أو محيطها ليستظل بها الناس من شدة الحر؟ لا، جدار المقبرة يجرد من وضع الزينة عليه أو الكتابات، أو يكون حافظا للمقبرة فقط، ولا يزين أو توضع عليه النقوش أو ما أشبه ذلك. وقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة لما سئلوا عن جدار مقبرة في الرياض، قالوا: نزين واجهتها، واجهة الجدار. فصدرت الفتوى بمنع ذلك، لأن هذا يفضي إلى تعظيم القبور. أي نعم.